إذن مشاهدينا، تحية للجميع، مساء الخير للجميع مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من قلعة سراغنا. فأصحاب التاكسيات يردون بعد وصفهم بأوصاف قبيحة في مواقع التواصل الاجتماعي من أحد الأشخاص. فمعنا اليوم جمعية ديال أرباب سيارات الأجرة سينف صغير، وغادي هما يحكيو لنا شنو واقع بعد ما تيقولوا أنهم وضعوا شكاية للجهات المسؤولة في الموضوع، بعد ما كيقولوا انهم يستنكرون الاوصاف القبيحه اللي توصفوا بها في مواقع التواصل الاجتماعي. تفضلوا معنا مباشره على قناه شوف تيفي، احكيوا لنا شنو هو المشكل اللي وقع وشنو هي وضعتوا اليوم شكايه، قلت لنا بعد ما كانت اوصاف قبيحه اللي توجهت لكم كما قلتوا في مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل. السلام عليكم. كنشكر المشاهدين ديال كنحيي المشاهدين ديال قناة شوف تيفي وكنشكركم على التواصل. الموضوع كما شرنا لي في البلاغ اللي جا وقعت عليه الجمعيات اللي هي جمعية التواصل يعني وسائق سيارة الأجرة الصنف الثاني وفدراية النقل الطرقي بالقلعة وجمعية النقل الحضاري الصنف الثاني، كما جاء فيه أن واحد الشخص خرج واحد اللايف مباشر كاين عند المهنيين شرفاء بنعود هي لا تليق بهم كمهنيين، يعني كيأديو واحد الخدمة للمواطن حسب قوانين كتأثر هذه المهنة وحسب أخلاق مهنية. والدليل على ذلك أن الإقليم قلعة سراغنة يعني ما كنلقاوش فيه شكايات، وهذا راه بشهادة الناس ديال الأمن، ما كاينينش شكايات كثيرة بحق المهنيين هذا، مما يدل على أنهم مهنيين شرفاء أحرار كيقوموا بالمهام ديالهم والوظيفة ديالهم على أحسن ما يرام. اللي كاين كما قلت لك أن هذا الشخص هذا خرج في لايف، ما عرفناش أشنو السبب الدواعي ديال هذا اللايف هذا، نعت المهنيين بنعوت مسيئة، نعوت مخلة بالآداب، نعوت لا تليق بإنسان مربي، إنسان ولد الناس، كدل على أنه إنسان يعني لا علاقة له بالأخلاق. هذا مدعانا أننا نتخذوا الإجراءات اللازمة، الإجراءات القانونية اللي كيخولها لنا القانون، بأننا تقدمنا الضابطة القضائية بشكاية بمعية هاد الإخوان هادو، وكان وعد من الإخوان ديال الأمن والناس ديال الأمن أنهم يتخذوا الإجراءات اللازمة، ورحنا بصدد جمع توقيعات ديال المهنيين باش ترافق هاد الشكاية هادي، وقمنا بالتفريغ ديال الفيديوهات ولا اللايفات اللي دار، لأن لايف دارو قبل البلاغ ولايف دارو مورا البلاغ كيأكد فيه على الكلام اللي قالوه في اللايف الأول، يعني كيأكد النعوت وكيوصفنا بالنعوت، يعني لا تليق أنني نذكرها قدام المشاهدين، ونعوت لا تليق بالمهنيين الكرماء الشرفاء ناس ديال المهنة اللي كنعرفوهم وخدامين معاهم في هذا الإطار، إطار اللي هو منظم كتحكم القوانين والأخلاق، يعني أخلاق ديال الناس، يعني ناس كيأديو مهامهم كواجب وطني بعيد عن هاد الكلام هذا اللي كيقول. لذلك راه حنا كنتسناو الكلمة ديال القانون باش تاخذنا حقنا في هاد الإنسان هذا، في هاد الشخص اللي تعدى علينا وتعدى على المهنيين، وهذا ما يمكن نقول، وتحية لك. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من قلعة سراغنا، فكما قلت أصحاب التاكسيات بالمدينة بعد وصفهم بأوصاف قبيحة في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كيوضحوا الرأي العام، كيوضحوا المشاهدي قناة شوف تيفي شنو هي الأسباب اللي خلاتهم يوضعوا شكاية في الموضوع. فمشاهدينا هاد الناس يقولوا أنهم بعد ما توصفوا بأوصاف قبيحة من طرف أحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنهم وضعوا شكاية بالجهات المسؤولة في الموضوع وكيطالبوا بالحق ديالهم. فمشاهدينا نلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء.